يقول السائل: في عادتنا إذا مرض الولد الصغير يذهب الوالد إلى أضرحة أحد الصالحين ويأخذ من عنده ترابا يذيبه في الماء ثم يسقيه للولد حتى يشفى، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ هذا من الشرك، تبرك بتراب القبر واعتقاد أنه يشفي المريض، هذا من الاعتقاد في الميت وأن ترابه يشفي، هذا من الشرك بالله عز وجل، لا يجوز هذا العمل ويجب تركه والنهي عنه، ويتعالج من المرض بالأدوية المباحة وبالرقية الشرعية، قراءة القرآن على المريض، تعوذات شرعية تقرأ وينفث على المريض أو يقرأ في ماء ويسقى للمريض، هذا المشروع. وأما أخذ التراب من القبر هذا شرك بالله، طلب للشفاء من غير الله عز وجل. إن كان يعتقد أن الميت يشفي هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أن التراب سبب للشفاء وأن الشافي هو الله، ولكن هذا سبب باطل ووسيلة من وسائل الشرك.